الخير، مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. كيف حالكم اليوم؟ بقول لكم، أمس صديقتي روري كنا نتكلم عن التنفس وأحكي لها على كورس التنفس، وقعدت تكلمني عن الثقافة اليابانية وكيف هم مهتمين بالتنفس، وهذا خلاني أقول ليش ما نتكلم عن أهمية التنفس عند كل الثقافات، وأنه هذا الموضوع، يعني موضوع التنفس، موضوع موجود منذ آلاف السنين، كل الثقافات اهتمت فيه، في كورسات في كل مكان، في كل دولة، في كل مدينة. يمكن إحنا العرب شوية تأخرنا في الاهتمام في الموضوع، لكن الموضوع قديم جداً، وعند بعض الثقافات هو موضوع رئيسي ومهم. خلوني أقول لكم بعض النقاط اللي تكلمت عنها روري. أول نقطة لفتت انتباهي إنها هي تعلمت التنفس، أهلها، أمها وأبوها علموها التنفس. هذا شيء غريب بالنسبة لي، لأنه هذا موضوع مش موجود في ثقافتنا، مش موجود في، يعني موضوع مهمل إن صحت التسمية. فقلت لها ليش طيب هو مهم؟ قالت لأنه قبل ما نروح إحنا المعبد لازم نجلس جلسة صحيحة ونتنفس تنفس عميق بعدين نصلي. هذا كلام خطير. شوف كيف الاستعداد، انه انت استعدادك قبل الصلاة قد يجعلك مثلا تركز اكثر، تنتبه اكثر، تكون اهدى. جدا الموضوع مثير. برضو حكت لي نقطة اكثر اثارة، اللي هو قالت انه في ممثل شهير عندهم اسمه ميكي يوسيكو، ان شاء الله نطقت الاسم صحيح. هذا الممثل كان يمارس التنفس لأن هذا عادته. المهم هذا الممثل كان يمارس التنفس لأن عنده قناعة أن التنفس راح يعالجه، كان عنده مشاكل في الظهر، وكان يتنفس عشان مشكلة الظهر. المفاجأة أنه أثناء المعالجة، معالجة الظهر بالتنفس، نحف. فهنا دخل الموضوع، يعني فكرة جديدة أنه حمية يابانية بالتنفس. هذا الموضوع ثقافة خطيرة. هذه في الصين بروفيسور إيغون أسس مدرسة اسمها يون يو، إن شاء الله نطقت الاسم صحيح، مدرسة التنفس. وهو يؤكد على فكرة أنه أنت لازم تتنفس في المكان الصحيح. هذا موضوع جميل، أنه أنت لازم تختار المكان الصح اللي فيه الطاقة الصح عشان يدخل لك التنفس الصحيح. العديد، يعني تعرف كم في مدرسة في التنفس، تعرف كم في مدرب في العالم يدرب على التنفس، يعني يمكن نقول ملايين المدربين حول العالم مهتمين بهذا الموضوع. يمكن في مئات مدارس في التنفس، وكل مدرب له طريقته، له وجهة نظره، له زاوية اللي يدرب فيها. هل سبق سمعت عن ويم هوف اكسرسايز، او اللي يسمونه، ان شاء الله نطقت اسم صحيح، او يسمونه رجل الثلج؟ رجل الثلج عنده فكرة انه السم العادي، التنفس ينظف السم. احنا نتكلم عن المشاعر، انه احنا نقدر نتنظف من المشاعر الفوضوية بالتنفس. وهو يرى انه اكثر على المادة، على الجانب الجسدي، يعني انه انت لو جسمك مسموم وتنفست بشكل جيد، انك تقدر تنظف، تصل مرحلة انه الخلايا اللي كانت على وشك تموت انها تحيا من جديد. مدرسة من المدارس الجيدة. الشامان ايضا يؤمنون بالتنفس كممارسة، ويعتقدون انه ممارسة التنفس الصحيح توصل للسعادة، والنقطة الاهم انها توصلك لمرحلة التواصل مع الروح. مدرسة الثيرافادا، وهي مدرسة من المدارس الآسيوية. المدرسة تعتقد أنك لا يمكن أن مدارك تتفتح بدون تنفس. لا يمكن، يقولك لا يمكن، لا يمكن، مدام تنفسك غلط مخك مقفل في صندوق، ما تقدر تفتح صناديقك إلا لما تتنفس صح. مدرسة الزن تستخدم التنفس طريقة أخرى، يقولك أنت تنفس صحيح وراقب تنفسك، وأثناء مراقبة التنفس راح تحصل على حالة إبداع وإلهام. فكرة خطيرة صح؟
dissociated from the whole situation. I didn't even know really what was going on. I just knew that I wasn't very happy. My levels of self-loathing, self-hatred were very high. I had a sort of burgeoning sexuality. I was realizing that I was gay, added into the mix, you know. And life was pretty tough. It was really not good. And what changed things was at 40 years of age, for various reasons, I ended up on a yoga teacher training program. And I previously had a commercial career, and I got to the point where I really just couldn't continue that. My heart wasn't in it anymore. So I took a year off. I did my gap year at 40 as opposed to 18 or 19. And I thought, you know, I don't know what I'm looking for, but I know I'm looking for something that's going to A, help me to feel better, and B, I felt like intuitively it was going to be a sort of a spiritual wake-up call. I had no clue where to go. I had no clue what it was going to look like, but I had this sense. I asked myself, Oprah Winfrey is one of my heroes, actually, or heroines, and she said, you know, do what you love and ask yourself, what is it you love in your life? And when I asked that question, yoga was the thing that came up. And I ended up in Costa Rica in an amazing place called the Nasari Yoga Institute, and I spent a month doing a yoga teacher training program, and the idea was that I was going to do a career change, and if all else failed, this was my backstop. I could open powerful. I had an amazing connection with whatever you call the all it is, and I just couldn't believe that something so powerful could be not a household name. You know, how come everybody doesn't know about this? And I guess it's because people go, breathing, I already breathe, why do I need to learn to breathe? But this was something different. هذا ألان دولن عنده شوية حس الفكاهة، برضو أسس مدرسة في التنفس، يحكي قديش كان عنده معاناة وعنده يعني ضغوطات وكثير من اللخبطة في حياته، وأحد اقترح عليه موضوع التنفس لأنه هو كان مهتم باليوغا. وبعدين شفته تعليقه لما قال إنه ما أنا أوريدي أتنفس، يعني الناس تجي في بالهم هذه الفكرة لما تقول لهم كورس في التنفس، يقول لك ما احنا أوريدي نتنفس، يعني شو الشيء الجديد اللي هو نفس الشيء صار له. لكن شوفوا الآن أسس مدرسة، وأعتقد أنه هو يعتبر نفسه جورو في التنفس. قاعدة أشيك على أمازون Breathing Box، شوفوا كم فيه من كتاب عشان تعرفون قديش هذه الثقافة ضاربة في كل البلدان، في كل الثقافات وبكل اللغات وبكل التقاليد، وهي مش شيء جديد ولا شيء يعني تونا نكتشفه، بس إحنا شوية يعني يمكن متأخرين. ولا تنتهي الكتب، لا تنتهي الكتب عن التنفس. شوفوا يا جماعة، فتحت هذا الآب، أبغى أبحث إذا في كلاسات أو كورسات في الأي عن breathing. خلنا نشوف. نشوف إحنا بس اللي قاعدين نتدرب ولا فعل. شوف 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 كلاسات لا تنتهي، كورسات لا تنتهي. كل العالم مهتم بهذا الموضوع، ملايين المدربين والمتدربين حول العالم المهتمين والمدركين لأهمية الموضوع. اللي أبغى أقوله اليوم إنه التنفس موضوع أهم مما نتصور، والتنفس ليس حكرا على أحد، ليس حكرا على مدرسة ولا على مدرب ولا على دولة ولا على مدينة ولا على مجموعة. التنفس موضوع أكبر من كذا. التنفس، كل إنسان يتنفس يحتاج التنفس. من أنت مقتنع في سمية، في كورس سمية، وريتك كيف تبحث عن الكتب، عن المدارس، كيف توصل للإيفنتات اللي تتحدث عن التنفس. لا تخلي نفسك بدون تنفس. إذا ما اقتنعت فيني، في ملايين المدربين اللي تقدر تقتنع فيهم. التنفس موضوع مهم ورئيسي في الحياة، مش موضوع ثانوي. خلونا نتفق أولاً أنه أي مشكلة موجودة في جسمك أو في وعيك أو في مشاعرك راح تكون موجودة في تنفسك، بكل بساطة وبكل عمق في نفس الوقت. نبدأ بتمرين بسيط عشان فقط نبغى نبدأ وندخل هذا الجو، ونلاحظ قديش نقاط ضعفنا موجودة، نقاط ضعفنا باينة من التنفس. ابدأ الآن، خذ نفس، سكر واحدة من الفتحات وخذ نفس من الفتحة الثانية.
بعدين غير من الجهة الثانية. الآن قل لي وين الأفضل، وين الأحسن، وين اللي دخل أكسجين أكثر، وين اللي تقدر تقول إنها فتحة جيدة، فتحة أقدر أتنفس منها بشكل جيد والفتحة الثانية أضعف، مين القوية مين الضعيفة؟ لو ما حسيت إنك قادر تميز ممكن تحط يدك وتتحسس بقوة عشان تحس من وين الهواء قاعد يطلع أكثر، مين أو أي الفتحات السالكة أكثر واللي قوية أكثر، ومين الفتحة الضعيفة. الآن إيش نستفيد؟ نستفيد إنه إحنا نعرف نقطة الضعف عندنا، ونعرف ليش كثير من المشكلات تصير لنا بسبب نقطة الضعف اللي عندنا. أنا أعطيك مثال، لو كانت الفتحة هذه عندي ضعيفة مثلا، الفتحة اليسرى بالنسبة لي عندي هي الضعيفة لأنها هي اللي تغذي الجانب الأيمن من الدماغ، فهذا يعني إذا كان عندي ضعف في هذه الزاوية فهذا يعني أن الأنوثة عندي ضعيفة، فهذا يعني أنه يمكن أنا ما أقدر أتخيل هدف وأجذب هذا الهدف، هذا يعني أحيانا أنه ما أستطيع أني أدير مشاعري بشكل صحيح وجيد عشان ما تتفاقم المشكلة، لأن لو خليت فوضى المشاعر تشتغل في وقت المشكلة راح تخرب الدنيا. لو كان عندي هذه الفتحة ضعيفة معناها عندي مشكلة في الجانب الأيسر، معناها عندي مشكلة مع الذكورة، أو قد يكون عندي مشكلة في ترتيب حياتي، قد يكون عندي مشكلة أحيانا في تحقيق الأهداف، قد يكون عندي مشكلة في التخطيط، قد يكون عندي مشكلة في أني أكون شجاع أحيانا، في أني أتخذ قرارات حاسمة أحيانا، قد يكون عندي مشكلة في تأجيل القرارات، اللي هي المشكلات المرتبطة بضعف الذكورة. طبق عشان تعرف وين الضعف عندك، هل هو في الذكورة؟ هل هو في الأنوثة؟ وليش قاعدة تستمر هذه المشكلة؟ خصوصا إذا عرفنا أن التنفس هو يعطيني دلالة على المشكلة، وفي نفس الوقت هو أداة لتعديل المشكلة. على فكرة في ناس يقول لك أنا أقدر أعيش في فتحة واحدة، يعني أقدر أقعد ساعة كاملة في فتحة واحدة، بس الفتحة الثانية مستحيل ما أقدر أقعد ولا دقيقة واحدة بهذه الفتحة، وهذا يدلك أنه في ضعف خطير في هذه الزاوية، أنه لازم تحسن الوضع، لازم تتدخل. للي سألوني على طريقة التسجيل في الدورة، تدخل على الموقع sumaya369.com، راح تطلع قدامك الدورة إكسهيل، تطهير الروح من خلال التنفس، أهم المحاور، لماذا التنفس، التنفس من الأنف أو الفم، فوائد التنفس، اتخاذ القرارات المؤجلة، النظر من زوايا جديدة للحياة، رفع مستوى طاقة الجسد المادي والأثيري، والدخول في حالة الاستعداد لمراحل الطاقية العليا. طبعا هي عبارة عن 4 مراحل، يعني 4 مستويات، كل مستوى يكون معاك لمدة أسبوع. Add to card بهذه الطريقة، check out، وبعدين تعبي البيانات، تأكد أنه بياناتك صحيحة لأنه الدورة راح توصلك على الإيميل، تعبي البيانات كاملة وتكمل التسجيل، سهل من أي مكان في شوفوا جمال الحياة، يعني وين وصلنا، يعني بكرة محتاج نطلع من بيوتنا، كلش كل شيء يجينا وحنا في البيت، دورة تجيك أونلاين، لا يحتاج أنك تسافر مكان، تطق مشوار عشان أحد، لا يحتاج تنتظرني أني أنا أجي لدبي ولا أجي للرياض ولا أجي للكويت، ما يحتاج تنتظر أحد ولا تروح لأحد، الدورة عندك في غرفتك، في أجمل من كذا يا زين التطور. على فكرة هذه الدورة تعتمد كثير على التطبيق العملي، مش دورة معلومات ومفاهيم، لا، أنه أنت بتطبق، في جدول متابعة مرفق في الدورة تطبعها وتتابع، عندك كل يوم في تمرين معين، في دقائق معينة، في وقت معين، صراحة الموضوع مثير، كل أسبوع عندك مرحلة جديدة، وتتابع مع نفسك، تشيك مع نفسك. وللي دخلوا الدورة أحب أقول لكم، أي سؤال علمي في الدورة، أي شيء حسيت فيه تحس أنك تحتاج مساعدة، ارسل سؤالك على الإيميل المرفق في آخر فيديو، فريق متخصص يرد عليه. ما زلت أتكلم عن تنفس، واليوم نبغى نكتشف إيش اللي قاعد يصير لما إحنا نكون في مستوى وعي أو مشاعر منخفضة، إيش يصير؟ خلوني أقرأ لكم بعض اللي طبقوا التمارين.
شوفوا هانوف مثلا تفكر في مشكلة خطوبتها وفسخ الخطوبة، تقول أنفاسي تكاد تكون متقطعة وضيق تنفس وثقل بصدري. أنوار تقول النفس صار خفيف وسطحي وجارح، ما أعرف إيش تقصدين بالضبط بمعنى جارح، لكن أعتقد أنك تقصدين جاف. أسمى تقول قصير مؤلم كأن الهواء اللي يتنفسه حار، وأعتقد أنه هذا فرق ما بين المرة الأولى، أعتقد أنها بارد والآن حار. نوقة تقول حسيت بضيق تنفس، وفي بعض الأشخاص انكتموا أو حسوا أنهم ما قدروا يطلعون النفس. مثل هذه تقول نفسي توقف لا شهيق ولا زفير، وهذا موضوع مهم وخطير. صديقتي تقول أنا عملت التمرين حسيت أنفاسي أصبحت قصيرة وغير مكتملة ثم يعقبها تنهيدة. وهنا يختلف أنه في أشخاص يعني يطلعون الزفير طويل وفي أشخاص يستمر عندهم قصير. خلونا نبدأ أول شيء ما بين اللي طلع النفس واللي ما طلع النفس. في أشخاص مثلا طلع نفسهم، صحيح أنه متلخبط مكتوم، ممكن في ألم في منطقة معينة في الجسم، بس طلع يعني في نفس، يعني أنت قادر تعيش، قادر تعيش مع هالمشكلة، أنت قادر تمرر حياتك مع هالمشكلة، ويمكن تتحسن ما ندري، يمكن تكون أسوأ، بس حاليا أنت قادر تعيش معها. هي عبارة عن فوضى مشاعر، لخبطة في المشاعر، يمكن تحتاج تتخذ قرار، يمكن تحتاج تأجل قرار، يمكن تحتاج تفعل فكرة، يمكن تحتاج مستشار، يمكن تحتاج فقط أنك ترتب مشاعرك. الأشخاص اللي ما طلع نفسهم، نفسهم ما طلع، انكتموا، هذولا هم في حالة مش جيدة، لأن الجسم مو قادر يتحمل هذه المشكلة، فهم نقدر نقولهم في حالة صدمة، عندهم تراما، يحتاجون فعلا مساعدة وتأهيل. الآن النقطة الثانية، خلونا نشوف الحرارة والبرودة. أنه في أشخاص لما تنفسوا وحسوا أنه النفس زي ما نقول جاف بارد، من شدة ما هو بارد كأنه يشحط، كأنه يعني يجرحك، جارح يمكن نقدر نسميها. وفي أشخاص آخرين كان النفس بالنسبة لهم حار، كأنه يؤلم من شدة الحرارة، كأنه يعني يمر على الأعضاء ويؤلمها زيادة من شدة الحرارة. فإذا كان النفس عندنا حار، فإحنا في الغالب نتحدث عن مشكلة في مرحلة حزن، في مرحلة عار، في مرحلة غضب. في الغالب نحن نتحدث عن شيء قديم، هدف قديم، مشكلة قديمة، أو قرار مؤجل، اختيار مؤجل. في المقابل الأشخاص اللي شعروا أنه النفس بارد، فهم في الغالب يتحدثون من مستوى أو من مرحلة، أو المشكلة هي في مرحلة الخوف، قد يكون فيها قلق، توتر. وكثير من الأشخاص اللي في مرحلة الشجاعة، خصوصا ما يكون عنده هدف سريع، قرار سريع، محتاجين فكرة جديدة، محتاجين خيارات جديدة مش موجودة الآن عندنا، فإحنا نتكلم عن نفس بارد مؤلم جارح. في رقم واحد بالنسبة لي، اللي عندهم النفس المكتوم أسوأ من اللي عندهم النفس اللي يطلع، حتى لو كان النفس فوضوي مهما كان، يعني هذولا أفضل من وضع اللي عندهم تراما ومتورطين يحتاجون تدخل. بالنسبة للحالة الثانية، أنا أعتقد أنه اللي عندهم النفس البارد أحسن، واللي عندهم الحار أسوأ. صحيح أنهم كلهم عندهم فوضى مشاعر، أو على أقل في لحظة تذكر المشكلة، لكن النقطة المهمة أني لأن نفسهم بارد هم عندهم أمل أكثر، إن صح التسمية. أي نفسهم حار، المشكلة معشعشة، المشكلة قديمة أو خياراتها كثيرة جدا، درجة أن الواحد ضايع، يعني مش طاري أو يقولك بسرعة بسرعة بسرعة. صحيح هذولاك تحت الطوارئ، لكن ويختلف حسب كل شخص، حسب نفس مشكلة الإنسان، لكن بالنسبة لي أنا أشوفها بهالطريقة، أنه النفس البارد أفضل. أنا دائما أقول اللي عنده حالة طارئة ممكن ينجو، لأنها ضاغطة فتطلع منك شيء، وممكن يسقط. حتى اللي في المستشفى عند حالة طارئة ممكن يموت، لكن في الغالب اللي يفهمون الدروس اللي يمرون بحالة طارئة. لكن اللي عندهم حالة معشعشة وقديمة وتعايشوا معها، صعب يطلعون الموضوع أكثر، ويعني خلنا نقول يتأخرون في فهم الدرس. فعشان كذا أنا أميل إلى أنه النفس البارد بالنسبة لي أفضل في المشاعر من النفس الحار. الشيء الثالث عندي اللي هي المدة.
مدة الدورة التنفسية في أشخاص لاحظوا أنها قصيرة تنقطع وبعدين تبدأ واحدة جديدة، وفي أشخاص عندهم التنفس أطول، كان يعني مثلا فكروا بشيء بعدين زي التنهيدة الطويلة اللي ما كان أصلا موجودة في طبيعة التنفس في الوضع العادي. فخلونا نقول أنه لأشخاص اللي عندهم التنفس قصير، هذا يعني بالنسبة لنا خوف، قلق، توتر، شجاعة، غضب، أهداف قصيرة المدى، اختيارات طوارئ، اختيارات محدودة. على العكس الأشخاص اللي نفسهم أو دورة التنفسية عندهم طويلة، هذا يعني مرحلة حزن، عار، خيارات كثيرة جدا ومتعددة، ما في حالة طوارئ بس فيه تردد لفترة طويلة من الزمن. بالنسبة لي طبعا أفضل حالة الطوارئ، لأنه اللي في الطوارئ راح يحاول ينقذ نفسه، لكن هذول اللي موجودين في النفس الطويل هم في الغالب راح يعششون في هذه المنطقة. يعني حق النفس القصير ممكن يحضرون دورة التنفس بكل بساطة، يتخذون القرار ينقذون أنفسهم، لكن النفس الطويل أوه راح يحسون الموضوع معقد ولا راح يقدرون يوصلون لهذا الموضوع ولا في حل، ويستمرون في هذه الطريقة المعششة أو اللي تخلي الهدف صعب. آخر شيء والنقطة الرابعة اللي أبغى أعلق عليها مع اللي طبقوا التمرين، أنه في أشخاص شعروا أنه تأثر جسمهم بهذا الموقف، بمعنى أنه نبضات القلب غير منتظمة، ألم في الكتف، شيء في الحلق، شعور معين في الحلق أو حرارة في الحلق، نغزات في مكان معين، ألم في العين. هنا نقول أنه مثل الحالة الأولى، مثل اللي جتهم الكتمة، أنه عندي تراما، مسارات الطاقة عندي هنا مسدودة، الموضوع يحتاج فعلا إلى تدخل وتأهيل. أما الأشخاص اللي ما حسوا بأثر في الجسم، معناها الوضع نقدر نقولنا تحت السيطرة، أنك ما زلت تقدر تتدخل وتحسن الوضع. الأشخاص اللي وضعهم أصعب هم اللي حسوا بألم في الجسد. ليش كان هذا التمرين؟ عشان أبغى أوريك قد إيش أنه التنفس هو يعطيني أثر أو عرض لمرحلة الوعي ومرحلة المشاعر، في نفس الوقت هو أداة من أدوات الوعي. أداة من أدوات الوعي مثل لما نعمل تمرين معين، أو لما نحصل على لحظة استنارة، أو لما نعمل تأمل. تخيل أنك دخلت في حالة تأمل بعدين قلت لي والله أنه أنا ما قدرت أسيطر على أفكاري، كثير أفكار جتني في التأمل، فأنا أقدر أشخص من خلال التأمل أنه أنت يعني ما أنت قادر تضبط أفكارك في مرحلة ما، أو عندك مشاعر ما، لكن مش واضحة جدا مثل التنفس. وهذا اللي يخلي التنفس عنده حالة مختلفة، أنه ممكن يعتبر أداة وممكن يقاس كأثر. الشخص اللي يعرف كيف يستخدم التنفس يستطيع أنه يطلع نفسه من أي مشكلة لحظية عاجلة. ليه؟ لأنه حل عاجل، بخلاف التأمل. التأمل يبغالك أنت لازم أنك تكون مسترخي ولازم أفكارك صافية، بس لما تكون عندك مشكلة وشلون تكون كذا؟ صعب صح؟ لكن التنفس حتى لو عندك مشكلة، وحتى لو أفكارك متلخبطة، وحتى لو مشاعرك متلخبطة، وحتى لو أنت ما تقدر تسترخي، التنفس راح يرتب أفكارك وراح يخليك تسترخي. وهذه هي الشيء الجميل ومميز في التنفس. وين النقطة الخطيرة والمميزة جدا في أداة التنفس؟ لما تتطهر من خلال التنفس وانت في الطريق راح تعرف وش المشكلة، وهذا الشيء قد يكون مفقود في كثير من أدوات التنظيف، في كثير من أدوات الوعي، في كثير من أدوات تعديل المشاعر. مثلا لما نعمل تأمل، أنت تعرف مثلا أنه أنت في مرحلة الخوف مثلا على سلم هاوكنز، أو في مرحلة الغضب على سلم هاوكنز، بس أنت ما تعرف بالضبط وين نقاط الضعف اللي عندك التفصيلية. لكن مع التنفس راح تعرف نقاط الضعف اللي عندك من خلال مسارات الطاقة اللي راح تكون موجودة عندنا في الكورس، راح تعرف من خلال خريطة الجسم وين الألم العميق اللي موجود في الجسم وما تطهر وما تنظف. في نقطة ضعف عندي ما استطعت اني اكتشفها الا من خلال التنفس،
لأنها مش ظاهرة، مش كبيرة، ما جت عليها أي رسالة كونية بالنسبة لي، ما استطعت أني أنا أشوفها ولا أقدر أشوفها أصلا. لكن لما سويت عملية التطهير جاني ألم في منطقة معينة في الجسم، لما شيكت على الخريطة انصدمت، قلت لا يمكن موضوع عرضي. مرة ثانية يوم ورا يوم أقوم بنفس العملية التطهيرية ويجيني ألم في نفس المنطقة، فعرفت أنه أنا مو راضي أني أقتنع بالفكرة، لكن التنفس ساعدني أني أنا أكتشف بعض نقاط ضعفي. ما زلت أتكلم عن التنفس والتنظيف، واليوم عندنا تمرين راح نعرف إذا كنا نقدر نجذب أو ما نجذب بس من خلال التنفس. نبدأ بالتمرين. استحضر الآن الهدف اللي أنت تبغى تجذبه وتحس أنه هذا الهدف صعب، ما تدري، شاك في الموضوع، هل بيتحقق هذا الجذب أو ما يتحقق، يحتاج وقت طويل، يحتاج جهد طويل، أنت تحس أنه يمكن أنت ما تحصل عليه. يعني شفت الهدف اللي جيد، يعني أنت تحب هذا الهدف وتبغاه بس أنت شاك في الموضوع. فكر في هذا الهدف، فكر وراقب تنفسك واكتب إيش هو التنفس اللي أنت حسيت فيه. اكتب هل هو حار، بارد، طويل، قصير، متقطع، غير متقطع، مدة الانقطاع. حاول تعبر بأكبر قدر ممكن من الكلمات عن هذا التنفس. هذه الخطوة الأولى. المفروض الآن أنه أنت عندك ورقة مكتوب فيها بالتفصيل طريقة تنفسك في جذب هذا الشيء اللي صعب عليك. الآن تذكر شيء أنت جذبته من فترة قريبة وهذا الشيء موجود الآن عندك، متوفر، تم الجذب، لكن كان يوم من الأيام صعب، كان شيء صعب يوم من الأيام، كان مثل هذا الهدف اللي أنت تحاول تجذبه. الآن استحضر ذلك الشيء اللي عندك الآن، متوفر الآن، جذبته في فترة سابقة من حياتك وتنفس. فقط استحضر هذه الصورة وتنفس وأكتب تفاصيل هذا التنفس، طويل، قصير، حار، بارد، أوصفه بكل الأوصاف وكل المدد. الآن نجي مرحلة وهنا اللعب، هنا راح تشوف وين المشكلة اللي أنت فيها. واحد، الشيء الثاني هل بتجذب هذا الشيء ولا لا. الآن قارن بين التنفس رقم واحد للهدف اللي تبغى تجذبه والتنفس رقم اثنين للهدف اللي تم جذبه، قارن بينهم، هل هما مثل بعض ولا مختلفين؟ إذا كانوا مثل بعض فحب أقولك مبروك أنه هدفك في الطريق، أنت راح تجذب هذا الهدف. إذا كانوا غير بعض هنا يعتمد إيش نوع الاختلاف اللي بينهم. الشيء اللي إحنا متأكدين منه أنه الهدف اللي أنت تحاول تجذبه مو في مستوى وعيك، مو في مستوى مشاعرك، بمعنى أنه هو مش في نسختك الحالية، فأنت تحتاج تعديلات لنسختك الحالية عشان توصل لمرحلة هذا الهدف. إذا تبغى أعطيك تفاصيل عن هدفك اكتب لي تعليق أو اكتب لي كيف تنفست في المرة الأولى وفي المرة الثانية عشان أحاول أطلع لك بعض المشكلات اللي موجودة في هدفك. لازلت أتكلم عن التنفس، واليوم أبغى أعلق على اللي طبقه التمرين. التمرين كان كالتالي: أنك أنت تتخيل، تستحضر الهدف اللي أنت تبغى تجذبه وتكتب لي تفاصيل التنفس اللي صار، طويل، قصير، أي أطول، الشهيق أو الزفير، الحرارة والرطوبة، كل المشاعر المرتبطة معه. وبعدين تفكر في هدف أنت حققته موجود عندك الآن وتتنفس وتكتب كل تفاصيل التنفس. خلوني أعلق على بعض الأشخاص اللي كتبوا. بدأ مع هاجر توصف التمرين، تقول إنه الهدف الأول نصف نفس سطحي كأنه يصل إلى نصف الرئتين، الجزء العلوي من الجسم، نصف معدل التنفس الآخر بالضبط، والهدف اللي تحقق كامل، يصل الجسم كله، مريح، طويل، دورة كاملة، يملأ كلا الرئتين، يصل لكافة الجسم. هاجر خليني أقول لك. هاجر حبيبتي، أنت في الغالب في مرحلة الشجاعة، أو إذا ما كنت في هذه المرحلة في كامل حياتك فأنت في وعيك تجاه هذا الهدف في هذه المرحلة، وهذه المرحلة تجذب بعض الأهداف لكنها تحب تقاتل. الشيء اللي أقولك إياه أنه أنت مش متزنة تجاه الهدف، يمكن لو تفهمين قانون التوازن أكثر هذا بيساعدك أنه تحصلين على الهدف. شيء آخر
شيء أساسي جدا جدا أنك أنت محتاجة تصلين لحياة الألفة عشان تلقطين هذا الهدف. ممكن تجيك حياة الألفة في يوم من الأيام اللي أنت يعني تقضينها. إذا حسيتي أنه هذا الموضوع صعب، دخولك لدورة إكسهيل يساعدك أنه تصلين لمرحلة الألفة من أول مستوى، لأن أول مستوى هو مستوى الاسترخاء. لكن الهدف جاي، بس إذا حضرتي الدورة ممكن يسرع الهدف. بس صديقتي أسماء تقول أنه الهدف المستقبلي كان نفس قصير وبارد، الشهيق أطول وأصعب من الزفير، والزفير قصير وسريع. الهدف الذي تحقق النفس معتدل الحرارة والمدة، الشهيق والزفير متساويين. خليني أقول لك يا أسماء، أسماء حبيبتي، أنت في مرحلة الخوف في كامل حياتك، أو ممكن لا تكوني في مرحلة أعلى بكثير، لكن هذا الهدف هو وعي خوف. هذا الهدف هو وعي خوف. وين النقطة المهمة؟ أنك أنت ترغبين بشدة في هذا الهدف، يعني عندك إصرار يفوق إصرار الخوافين. النقطة برضو المهمة في الموضوع أنه أنت يا أما أنك خايفة من تحقق الهدف، أو أن الهدف كبير جدا من شد ما هو كبير يخوف، يعني شد ما هو مرة واو ومرة ضخم مرة كبير أنه شوية يخوف من شد ما هو كبير وزين. الشيء اللي أنا أبغى أقول لك إياه، أنا متأكدة أن عندك أهداف ثانية على نفس المرحلة أو نفس الوعي ونفس المشاعر، أنك أنت تحتاجين تنظيف. اختاري طريقة التنظيف اللي تناسبك في الحياة. هل تبغين تسوين تمارين؟ هل تبغين تسوين تنويم مغناطيسي؟ هل تبغين تسوين تنفس؟ وإذا حضرتي دورة إكسهيل ما راح تحصلين على الهدف من أول مرحلة، مو مثل الناس اللي في مرحلة الشجاعة، لأن أول مرحلة هي مرحلة استرخاء. لكن أنت فعلا تحتاجين تمرين بكل المستويات حتى يتنظف هذا الشعور ويتحرر. ممكن تسوين تأمل، ما تحتاجين يعني تحتاجين كل يوم تقضين يمكن 10 دقائق من وقتك، يعني ما يحتاج وقت، ما يحتاج مال، ما يحتاج جهد، يعني شيء يومي مستمر قد يحقق لك هذا الهدف، يمكن بعد سنة، ممكن بعد سنتين، بس على الأقل أنه نعرف أنه أنت بتحصلين هذا الهدف. بالنسبة للواقع الحالي، أتمنى أنه الهدف يصير لك، لكن أعتقد أنه أنت مسؤوليتك تجاه الهدف أنك أنت تتحركين، وحاليا ما في شيء يدل أنه الهدف قاعد يتحرك. هبة تقول فكرت في الهدف اللي أبغاه، لقيته نفسي عميق هادئ رتيب طويل حار، كل ما فكرت أكثر فيه كل ما زادت هالصفات اللي فيه وكأنه شيء قديم. بعدين تقول عن أهدافها اللي حققتها أنها كانت سريعة ومتقطعة، يزيد مع هدقات القلب إلى هدف وحيد احتاج الكثير من العمل الداخلي وحققته. طيب خليني أقول لك يا هبة، هبة حبيبتي، أنا أعرف أنك أنت يائسة، وأنك أنت صحيح عندك هذا الهدف لكن ما تتوقعين حصول هذا الهدف. لكن أحب أقول لك أنه إذا فيه إنسان في هذه الحياة، سواء في الزمن اللي أنت تعيشينه أو في زمن ماضي، حصل هذا الهدف، فأعتقد أنه الهدف من الممكن جدا أنه يتحقق لك. أتمنى أنك أنت تؤمنين بهذه الفكرة. أعرف أنها صعبة عليك، لكن أحب أقول لك أنه أنا يوم من الأيام كنت أفكر بهذه الطريقة، أنه في أهداف أصلاً من شد ما هي كبيرة علي ما أقدر أفكر فيها، ما أجرؤ أني أنا أطلبها كهدف من شد ما هي كبيرة علي، لكني وصلت لها. فأحب أقول لك أنه كل شيء ممكن إذا أنت فعلاً مستعدة أنك تتغيرين وتعدلي من واقعك وتجذبين الهدف بطريقة صحيحة. وأنا عندي رأي، أتمنى أنك تسمعين رأيي بقبول، أنه أنت خلال 9 أشهر القادمة حطي هذا الهدف على جنب. قولي خلاص أنا مو قد هذا الهدف، اعترفي عادي مو مشكلة، قولي أنا مو قد هذا الهدف، أنا ما أقدر أحقق هذا الهدف، أنا ما أبغى هذا الهدف لأنه هذا الهدف كبير علي. أوكي خلاص أنا بحطه على جنب. 9 أشهر لا تفكرين في هدف، وقولي أصلا ما أبغى هذا، ولو جاني ما أبغى أصلا. بس وين؟ اشتغلي على نفسك، اشتغلي على مفاهيمك ومعتقداتك. انت محتاجة انك تنشطين الجانب الايمن من دماغك، تنشطين الحدس، الخيال، التوقعات، تنشطين طريقة اتصالك الغير مباشرة مع الناس وطريقة اتصالك الغير مباشرة مع الكون. ودي اقول اوجدي لك حب جديد في حياتك،
بس أخاف إنك تسوين دراما. فإذا تقدرين توجدين حب جديد لحيوان، لفكرة، لموهبة، لأشخاص حولك، لكن أنت في تدخلين دراما في هذه الزاوية. أتمنى أني أكون ساعدتك. دورة التنفس تساعدك في مرحلة رفع مستوى الطاقة اللي هي المرحلة الثالثة. في الغالب ما تساعدك في موضوع الاسترخاء لأنك مسترخية، ما تساعدك في موضوع التوازن، لكن تساعدك كثير في رفع مستوى الطاقة. قتي تقول في التمرينين نفس طريقة التنفس، نفس طويل منتظم ملأت فيه بطني وصدري بلا وعي أو قصد، ولكن لاحظ ذلك شعور بالراحة. أنت مؤكد في طاقة الهدف، بمعنى أنه الهدف دخل دائرتك إن صحت التسمية، لكن الموضوع يعتمد على اللحظة اللي تقررين فيها أنك تقطفين هذا الهدف. المسألة مسألة وقت أو يمكن قرار تتخذينه، يعني خلينا نقول كأنك أنت موجهة وجهك كذا، هو موجود حولك بس إنه هنا مثلا، بس بقولك لفي وجهك ترى هو هنا، فبرافو هو في الطريق قريب جدا. صديقتي تقول لما استحضرت الهدف اللي جذبته كان تنفس مريح وطويل، شهيق وزفير طويل، لكن لما استحضرت الهدف الجديد اللي أبغى أجذبه يكاد يكون شهيق بدون زفير، أطلع الهواء من أنفي وأتثاءب مع التكرار، أجد ثقل في صدري. شوفوا كيف تتثاءب. هاي الطريقة الطبيعية للتعبير عن الجسم لما يعلق في طاقة معينة، خلينا نقول في كذا كالكوعة عالقة في مكان معين، في مسار معين، ما قادرين نمشي بطريقة طبيعية أو نتنفس بطريقة طبيعية. فالحل أنه الجسم يعني ينزنق، يتورط، بعدين يضطر أنه يأخذ كمية كبيرة ويتثاوب. الآن مو مشكلة أنه أنت طوال الوقت قاعدة تقنعين نفسك أو ترتبين نفسك أنه أنت تمشين الحياة. طب إلى متى؟ إلى متى ما توقفين وتقولين أنا؟ إلى متى ما تأخذين حقك؟ إلى متى ما تعبرين عن نفسك؟ إلى متى ما تعبرين عن طاقتك؟ حتى لو كانت غلط، حتى لو عصبتي على أحد وتضاربتي مع أحد شوية، بس أنه أنت عارفة أنه أنت قاعدة تتنظفين وتعدين هذه المرحلة. ما يصير أنه أنت بخاطرك أشياء ومو قاعدة تقولينها وتعبرين عنها، ما يصير أنه أنت قاعدة تعيشين بنسخ شخص آخر، يمكن زوجك، يمكن أختك، يمكن صديقتك، تعيشين أنه زي ما يبغونهم وتجاملينهم، لأنه أنت يوم من الأيام أوكي أنت الآن قاعدة تبلعينها، بس يوم من الأيام ما راح تقدرين تبلعينها، وأنا ما أقبل أنه أنت تصلين لهذه المرحلة. إذا كان عندك خطة للتنظيف وترتيب هذه الطاقة، فأنا أقول لك تقدرين من الآن أنك تكونين أنت، حتى لو تلخبطت بعض الأشياء في حياتك، لكن يكفي أنه أنت في طريق، أنه أنت قاعدة تنظفين، قاعدة ترتبين نفسك. قد تكونين أنت عالقة في المرحلة الانتقالية ما بين أنه أنت طلعتي من الخوف لكنك ما وصلتي للغضب. الشيء المهم الآن أنه هذا الهدف هو موجود في هذا الوعي وفي هذه المشاعر. يمكن أنت تعديتي، ما نعرف، يمكن أنت صرتي فوق مرحلة الشجاعة، وارد، لكن الهدف يعيش في هذه المرحلة. وإذا كان هدف مهم في حياتك فهذا يعني أنه أنت عالقة في هذه المرحلة. فأنا أقترح أنه أنت تاخذين الموضوع جد 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 جد، لأنه الطاقات المخزنة في الجسم تمرض وما تتأخر، فأنت محتاجة أنك فعلا تهتمي بنفسك وتاخذين الموضوع جد. تذكرون يمكن مرة قلت لكم أنه أنا غضبت كم مرة في حياتي وبعدها تغيرت حياتي 180 درجة؟ ما أبغى أقول لك اغضبي، بس أبغى أقول لك حرري هالطاقة، أنه الطاقة هاي تبغى تتحرك، لما تتحرك راح تتغير حياتك. فإذا تبغين تاخذين الموضوع لحالك أنت ممكن تقاتلين مباشرة، إذا تبغين تاخذينه بشكل مساعد أنه أنت ممكن مثلا تسوين تأملات، ممكن الإكسهيل التنفس يساعدك، ممكن الموسيقى التحولية مباشرة راح تشتغل عليك من أول أسبوع على طول. أنا أعرف الموسيقى التحولية كيف اشتغلت مع الناس، في كثير من أول أسبوع صارت لهم مشاكل لأنهم تحرروا من الطاقة اللي بداخلهم وبدوا يعبرون عن أنفسهم. يعني في كثير أشياء بتساعدك، لكن ممكن أنت تساعدين نفسك إذا بس اقتنعتي بالفكرة أنها صح تقدرين تسوينها.
أميرة تقول النفس بالحالتين كان نفس الشيء، كما أتذكر هدفي ينقطع نفسي فورا أتنفس بصعوبة. أميرة خليني أقول لك، عادة الناس يا أما يكون نفسهم نفس الشيء لأن الهدف المجذوب اللي جذبناه سابقا والهدف اللي نبغى نجذبه كلهم في نفس درجة الوعي أو درجة المشاعر، أو يكونون مختلفين بس يكون الهدف اللي عندنا دائما وعي ومشاعر أحسن، أو في الغالب خلينا نقول وعي ومشاعر الهدف اللي عندنا أحسن. لكن أنت وش اللي قاعد يصير؟ إن هم كلهم نفس الشيء، لكن الغريب إنه الهدف اللي عندك ومجذوب وعي ومشاعر مش جيدة، وهذا مؤشر إلى إنه أنت الآن قاعدة تحاولين بطريقة لا وعي إنك تخسرين الهدف اللي جذبتيه. مو بس أنت تبغين تجذبين الهدف الجديد، أنت قاعدة تخسرين الهدف اللي جذبتيه. فهل أنت قاعدة تستبدلين هدف بهدف؟ في ناس عندهم هاي الطريقة للتدمير. تعرفون الناس اللي يقولك يا ربي عطني صحتي وخذ كل فلوسي، يا ربي أبغى الوظيفة الفلانية وبالطقاق في الموضوع الفلاني. شفتوا طريقة التفكير هذه؟ أو الناس اللي يعتقدون أنهم إذا جاهم شيء ممكن يفقدون شيء من نظرة الحسد أو العين أو عدم الاستحقاق. يعني لها أحيانا معتقدات دينية، أحيانا مفاهيم خاطئة توصل لهذه الفكرة. فاللي أبغى أقول لك إياه أنه هدفك الجديد ممكن يتحقق، ممكن جدا يتحقق، وممكن يكون في الطريق، لكن أنا ما أبغاك تفقدين الهدف اللي عندك. إذا كانت هذه الفكرة أو هذا المفهوم موجود عندك، نبشي في الكلام اللي قلته، أنه أنت تحبين تدورين الأهداف، تحبين شيء يطلع منك ويدخل ثاني، أنه أنت ما تعتبرين الموضوع بناء، أنه أنا أكبر أتوسع، لا، أنه أنا كأني أدخل شيء أطلع شيء. فهذا مفهوم لازم أنك أنت تحلين هذه المعضلة وتتحررين منها. دورة إكسهيل ما تناقش المعتقدات لأنها ما تطلع الأمور اللاواعية وتحطها على الطاولة مثل السول ديتوكس، لكنها ممكن تحلك أشياء كثيرة أنت مش واعية لها. أنا أبغاك بس هذه الفترة تفكرين في هذا الموضوع بعمق، تناقشينه، تراقبين حياتك خلال 6 سنوات الماضية، هل أنت سويتي هذا الشيء أو كررتي أو تفكرين فيه. صديقتي تقول يشبهون بعض التنفسين، الفرق أنه الهدف أسرع شوي. في احتمالين، احتمال جيد واحتمال أقل جودة. الاحتمال الجيد أنه الهدف قريب وهو في مرحلة الشجاعة بس مصاحب للقلق، فأنت محتاجة أنك تقطفين على حالة الألفة، وحالة الألفة ممكن تحصلين عليها بالتأمل، ممكن تحصلين عليها بالتنفس. دورة الإكسهيل المستوى الأول هو يوصلك لمرحلة الألفة، فممكن مباشرة بعدها تخطفين الهدف. المرحلة اللي أو الحالة الثانية اللي أنا ما أفضلها أنه يكون الهدف على مرحلة الخوف، وهذا اللي يخلي الموضوع مربك شوية. على مرحلة الخوف الموضوع أعمق، يحتاج تنظيف، مو بس يعني استرخاء وبس. فأنت الشخص الوحيد اللي تقدرين تحددين هل هو قلق ولا الموضوع أعمق، إنه خوف يحتاج ترتيب كل داخلك. أريج تقول الهدف المحقق كان تنفسي عميق وهادئ ومريح مع ابتسامة، الهدف الغير محقق كان تنفس بطيء جدا وحسيت أني أتنفس مع حلقي معصوبة في التنفس كأني مخنوقة. أريج حبيبتي كوني أنتي، عبري عن نفسك، خلي هذه الطاقة تطلع، لا تخلينها مكتومة بداخلك، لا تكونين نسخة لأشخاص حولك عشان ترضينهم. أنتي perfect، أنتي 5 نجوم، أنتي ممتازة، ما يحتاج تقلدين أحد عشان تكونين ممتازة أو مقبولة بالنسبة لهم. أنتي لازم تقررين هذا القرار في حياتك، لو تحسين أنك تقدرين تسوينه سويه مباشرة بدون أي أحد، بدون أي مساعدة، أنت قادرة على كذا. لو تحسين أنه أنت محتاجة مساعدة، أنا أنصحك أنك تدخلين دورة الإكسهيل لأنها بتساعدك على التنظيف. بس في النهاية لازم تتخذين هذا القرار، بهذه الدورة ولا بدون هذه الدورة. أتمنى أنه يكون ردي على بعض الأشخاص ساعد البقية على أنهم يفهمون مرحلة وعي ومشاعر هدفهم، أنه مرحلة هذا الهدف موجود مثلا في الخوف أو موجود في الغضب أو موجود في الحزن أو موجود في العار، فمعناها هو ما رح يتحقق، أنا لازم أرفع شوية لمستوى أعلى أو أقفز المستوى كبير.
الهدف مش بالضرورة يكون في مستوى وعيك أو في مستوى مشاعرك، ممكن أنت تكون شخص جيد في مرحلة الشجاعة مثلا، عندك إيجابية جيدة، لكن هدفك قاعد وراء، قاعد في أزمة، في مرحلة الخوف، فبالتالي أنت تقلق تقلق وتدفع وتدفع في مرحلة الشجاعة لأنهم شطار ويشتغلون ولا يطلع شيء. بهالطريقة نزلت لكم الآن هدية مع دورة إكسهيل اللي هي جلسة الجذب من خلال التنفس. هذه الجلسة ما راح تسمعها أو تشوفها في أي مكان آخر. هذه الجلسة خطيرة بمعنى الكلمة، هي هدية من ضمن الدورة، بس هي مش عملية تنظيف، هي فقط تمرين، فأنا أعتقد أنه الشخص المحظوظ راح يحصل عليها. فعلا هي جلسة جيدة. أبغى أقول كل الأشخاص اللي ما عندهم المال الكافي أو ما عندهم الوقت الكافي أنهم يلتحقون بالكورس، لا تتوتر، مو مشكلة، أنا موجودة هنا في السناب عشان أساعد كل الناس اللي عندهم وقت اللي ما عندهم، اللي عندهم فلوس اللي ما عندهم، راح أكون موجودة وراح أتكلم عن التنفس خلال هذه الأيام عشان الجميع يستفيد. فخليك قريب. عندك أي سؤال على دورة إكسهيل أو سؤال في موضوع التنفس بشكل عام، حط لي إياها على آخر بوست في الإنستغرام أحاول أجاوب عليها. ما زلت أتكلم عن التنفس، واليوم نبغى نطبق تمرين سوا، بعدين بعلق على اللي طبقوا التمرين. أرجوك طبق معانا عشان تشوف الآثار بنفسك وتنتبه وتلاحظ قد إيش التنفس كل يوم قاعد يأثر علينا وقاعد يعطينا إشارات وحنا ما ننتبه. خلوني أبدأ مع صديقتي، هي مشتركة في دورة إكسهيل وبدأت تقول أول يوم تطبيق حالة استرخاء، وأنا أطبق أحس أبغى أنام، أقاوم يعني بالليل ما قدرت أنام، جاني أرق، والصباح صار في كدمات حول عيني اليمنى. وش اسمعوا القصة، تقول هذه الكدمات صارت معاي وأنا صغيرة، في حيوان كان مشخني وأنا نايمة، وتبعا للموضوع رحت للمستشفى وعطوني إبر، وأكثر يوم بكيت فيه، يعني تحكي عن ذاك اليوم وهي صغيرة وش صار لها. خلوني أقول لكم، أول شيء أحب أقول لكل أصدقائي المشتركين في دورة إكسهيل للتنفس، عندكم إيميل في آخر فيديو، أي سؤال، أي ردة فعل تحس إنه إحنا ما تكلمنا عنها، ارسل الإيميل، فريق متخصص راح يرد عليكم. أنا أعرف إنه دورة التنفس دورة مؤثرة جدا ومختلفة، وتحتاج دائما أحد معك عشان يتابع معك، فلا تتردد إنك ترسل سؤالك. هذا أول شيء. ثاني شيء، هذا خبر جميل جدا لأنه يدل إنه أنت من أول يوم وصلتي لتراما عندك قديمة من هذا الحدث اللي صار لك، انه هذا الحيوان مخشك وانتي نايمة، ووقتها تأثرت عينك اليمنى وصار فيها كدمات وتألمتي وبكيتي ذاك اليوم. الآن هذا رجع للسطح. ليش رجع للسطح؟ لأن الآن قاعد يتنظف، لأنه الخلايا اللي كانت في ذلك الوقت احنا الآن رجعناها من جديد، اللي كنا حاطين ممكن احنا كنا نتجاهلها، او انتي وانتي طفلة يعني ما عارف اذا سويتي يعني معالجة نفسية لهذا الموضوع، فاللاوعي تجاهلها، لكنها الآن طلعت للسطح لأنها تبغى تتنظف. فهذا خبر جميل وهذا شيء جيد، واستمري، لأن إذا كان من أول يوم طلع معاك كذا، في ناس يحتاجون وقت أطول عشان تطلع معهم هذه الأشياء، فهذا خبر جميل. برضو في أكثر من شخص قالوا لي، مثل صديقتي انها تقول طبقت تمرين التنفس لاحظت شيء غريب، انه ممكن تفسرينه، يختلف قوة فتحة الانف وضعفها حسب الوقت، بعد ساعتين طبقت تغير الوضع. وبرضو بعض الاصدقاء قالوا احنا لما غيرنا المكان يعني كانت فتحة اقوى صارت فتحة اخرى اقوى. الموضوع تأثير المكان والوقت هو تأثير جدا قليل يعني، لكن التأثير الحقيقي هو من الداخل، من حالة المشاعر. المشاعر اللي تعيشها الحالية هي اللي تعطي الإشارة أنت وين أقوى. يمكن مثلا أنا الآن في العمل وقاعدة أقدم شيء وأشعر مثلا أني لازم أفوز في هذا الشيء، أو مثلا بيني منافسة أنا ورفيقي في العمل، ففي شيء من الذكورة، ممكن يكون عندي قوة الذكورة، أروح للبيت يمكن أنا في حالة استرخاء أطبق التمرين أشوف العكس. فهي تعتمد على، صحيح تعتمد على الحالة المشاعرية اللي أنت فيها، لكن في الغالب في شيء غالب واحد. خلونا نبدأ الآن تمرين البسيط، مو بسيط في الأداء، بالعكس صعب الوصول لهذه الحالة، لكن البسيط إنه أساسي في التنفس، وما راح تعرف وش أنا أقصد بأهمية التنفس إلا لما تطبق عشان تشوف وتحس بعينك وتفهم وش إحنا قاعدين نتكلم عنه.
نبدأ أول شيء، ممنوع التنفس من الفم تماما، فم مغلق، تأخذ شهيق من الأنف وزفير من الفم. لكن الشرط عندنا الآن أني أبغى بطنك تنتفخ، وتحط يدك على بطنك وتلاحظ قد إيش بطنك منتفخ. أبغى بطنك ينتفخ ويرجع مع الشهيق والزفير. ممنوع تتنفس من الفم. وين المهم الآن؟ أنك تأخذ نفس عميق قدر الإمكان عشان نعبي الرئة. لاحظ الآن أنا راح أطبق، أحط يدي على بطني عشان أسوي اتصال ويكون عندي وعي لهذه النقطة. أسكر فمي وبعدين نبدأ شهيق وزفير. طبق اليوم لمدة 10 دقائق وقل لي إيش شفت، إيش سمعت، وإيش اللي صار، وإيش حسيت. تأكد أنك طبقت هذه الأشياء، الفم مغلق تماما، الشهيق والزفير من الأنف، البطن أبغى ينتفخ مثل البالونة عشان تمتلئ كامل الرئة. طبق واكتب لي في آخر بوست وإيش اللي قاعد يصير معك. كثير يسألوني إيش الفرق ما بين دورة السول ديتوكس وإكسهيل. أوكي، أول شيء كلهم دورات تنظيف، يعني الهدف الرئيسي من دورة السول ديتوكس أو دورة التنفس إنها في النهاية أنت تتنظف، تصير لك قفزة وعي وما يتبعها من نتائج جميلة في الحياة، بما فيها الجذب، بما فيها الراحة، بما فيها الاسترخاء، بما فيها شعور حالة التوازن، كلهم يصلون لهذه المرحلة. لكن الطريق مختلف، يعني كل واحدة طريقتها غير. التنفس يعتمد على أداة التنفس فقط معتمدين على التنفس، وكل يوم أنت تتنفس بطريقة مختلفة وتتابع نفسك بطريقة مختلفة وفي آثار مختلفة. السول ديتوكس فيها تمارين مختلفة بس مش تنفس، تمارين عقلية، تمارين ذهنية، تمارين أحيانا مادية، لكن كلها تمارين وتطبيقات. فهذا الفرق. في أشخاص يحبون يتذكرون الأشياء القديمة في حياتهم ويعالجونها ويصلحونها قدام يدينهم، يعني يتذكرها يقول هذا شيء من الماضي، أوكي هذا من الماضي وش فيه، خلونا نعدله، خلونا نصلحه. هذه سول ديتوكس. في ناس يقول لك لا، أنا ما أبغى أتذكر الماضي، لا تذكروني الماضي، أنا أبغى الماضي يتعدل ويتضبط ويتنظف بدون ما أتذكره. هذه هي دورة التنفس. فهذا هو الفرق بينهم، إنه سول ديتوكس إحنا واعين لطريقة تنظيفنا، بينما في التنفس ما في وعي لتفاصيل هذه الأشياء. في المرحلة الأخيرة من دورة إكسهيل فيه تفاصيل، لكن مش بالضروري أنك تروح معها. في خريطة للجسم تبين لك النقاط اللي أنت تشتكي منها، وهي مسارات الطاقة في الجسم. ممكن تبين لك بعض التفاصيل اللي مريت فيها في الماضي، لكن مش في الضرورة أنك أنت تمشي مع هذا الموضوع. يعني نفترض أنك ما مشيت مع هذا الموضوع، بيشتغل التنفس، بيشتغل وبينظف. واحدة من الصديقات تقول ما قدرت انفخ بطني. بنشوف عجائب وغرائب، يعني شيء طبيعي ما نقدر نسويه. ابذل الجهد أكثر، الأمر يستحق، الأمر فعلا يستحق. هذا هو الشيء الطبيعي المفروض نعيش عليه. الأمر فعلا يستحق أنه تبذلين جهدك. لازم ينتفخ في البطن، لازم. أصلا تعرفون أحد أبرز أسباب انحراف الإنسان عن الفطرة في التنفس هو الخوف من نفخة البطن هذه، خصوصا أنه في ناس يحسون أن الموضوع مرتبط بالأناقة والجمال والإتيكيت. فسويها، انفخي بطنك، تقدرين. برافو اللي طبقوا التمرين، وحتى اللي حاولوا، وحتى لو ما كملوا 3 دقائق 4 دقائق it's okay. أنا أعرف أنه صعب على كثير من الناس أنهم يطلعون من دائرة الراحة اللي تعودوا عليها، نقدر نقول طول عمرهم، يعني من بعد مرحلة الطفولة إحنا ما تنفسنا هذا التنفس. خلوني أعلق أهم التعليقات وأخذ الأشياء اللي تكررت عند أغلب الناس عشان نعرف كيف الخط العام اللي ماشيين عليه أغلب الناس، وأخذ برضو بعض التعليقات اللي لفتت انتباهي. أول شيء أبغى أعلق على نقطة مهمة، أنه اللي طبقوا التمرين أو أغلب اللي طبقوا التمرين حسوا أنه في شيء خارج إطار المألوف أو خارج إطار الدائرة اللي هم متعودين عليها.
وهذا شيء جيد وفي نفس الوقت خطير. الجيد انه انت طبقت وانه انت قاعد تحاول قاعد تحسن من حياتك، قاعد تبذل جهدك انك تشوف الحياة بزوايا اخرى، بنظارات اخرى، بوجهات نظر اخرى. في بعض الناس يمكن ما طبقوا ابد، هذولا اضعف من انهم يفكرون انهم يتغيرون. اللي شاف وما طبق ما يبغى يطبق. في ناس حاولوا صحيح توقفوا بعد 3 دقائق او دقيقتين، بس يكفي شرف المحاولة. تخيل خطورة الوضع، انه هذا التنفس اللي كان في التمرين المفروض يكون تنفسنا 24 ساعة. تخيل المفروض حنا 24 ساعة نتنفس من الأنف وننفخ البطن عشان نملأ كامل الرئة. اللي صاير انه ما في احد قاعد يسوي هذا التنفس. من بعد ما ودعنا مرحلة الطفولة المبكرة واحنا نسينا طريقتنا في التنفس، واحنا اربكنا تنفسنا، واحنا تسلفنا تنفس من ما ادري مين، وقاعدين نتنفس بطريقة مش فطرية مش طبيعية. وهذه النتيجة، النتيجة انه احنا لما نرجع للطبيعة والفطرة لن يبدو ذلك صحيحا. لما ترجع الفطرة وتحاول تتنفس بشكل صحيح راح يطلع شكلك كأنك قاعد تسوي مصيبة ولا قاعد تسوي مشكلة لجسمك. جسمك يضارب ويقاوم ويسوي لك مشاكل لما ترجع تسوي الغلط، لأنه خلاص هو تبرمج على الغلط، فهو متعود على الغلط ويبغاك تعيش على الغلط. هو هذا البيبي اللاواعي اللي عندنا مستمر على نفس الحركات. قبل ما أدخل في التفاصيل، أصدقائي المسجلين في دورة إكسل، لا تطبقون تمارين معنا، عندكم ما يكفي. التمارين اللي موجودة في الدورة أعمق من الأشياء اللي موجودة في السناب، لكن السناب موجود للأشخاص اللي ما يقدرون يلتحقون في الدورة. فخليك على برنامجك وامشي في أيام الدورة وتابع نفسك، فلا تمشي معانا بس خذ المعلومات فقط، لأنه ممكن تكون في السناب معلومات مش موجودة في الدورة. الدورة تركز على التطبيق العميق والعملي. أول ملاحظة عندي عند كثير من الأشخاص اللي طبقوا التمرين إنه البرمجة القديمة قاعدة تقاتل تبغى تطلع من خلال إنك افتح فمك. يعني يسوي لك اللاوعي حركات عجيبة بس عشان تفتح فمك. تثاؤب، تجشو، رغبة في التقيؤ، أي بطيخ، أهم شيء يا أخي افتح لنا فمك نبغى نرجع. هذه البرمجة القديمة تبغى تحارب لأنها ما تبغى تموت. الشيء الثاني ضربات القلب. ضربات القلب مثل حالك لما أنت تسوي تمرين، وش اللي يصير في ضربات قلبك؟ تقوم تسرع تسرع تسرع. ليه؟ لأنها قاعدة تجاري الجسم في رغبته بزيادة الأكسجين وزيادة الدم اللي يدخل في كل الخلايا. فالقلب يؤدي المهمة اللي مطلوبة منه، أنه هذه طريقة التنفس كأنها طلب من الجسم برفع مستوى الأكسجين ورفع مستوى الدم لكل خلايا الجسم، فالقلب يقوم يشتغل. هذا المطلوب. التنميل والدوخة، في جزء كبير حصل لهم تنميل ودوخة وفي بعضهم لا، والسبب أنه تطبيقهم للتمرين أحسن. خلني أقول لك ليش. لما أنت تتنفس طول عمرك من الفم والأنف وبعدين الآن مطلوب منك أنك تسكر فمك، بطبيعة الحال الجسم راح يشعر أنه مزنوق، أنه الآن ما عاد فيه إلا الأنف يتنفس فيه، ما عاد فيه إنقاذ فتحة كبيرة كذا نسحب منها كمية. أوه ورطة هذا الموضوع. فاللي قاعد يصير أن الشعور بأنه أنت مزنوق يخليك تسرع من التنفس، يعني تاخذ نفس بسرعة بعدين تطلع الزفير بسرعة وتاخذ بسرعة شهيق. هذه الحركة راح تخلي عندك التنفس الخارج اللي هو إخراج ثاني أكسيد الكربون أكثر من اللي قاعد ينتج الجسم، والنتيجة أنه راح تحس بدوخة وتنميل. هل هو يعني بيسبب لك شيء؟ لا ما راح يسبب لك شيء، بس هذا هو السبب. الدموع شكل من أشكال التنظيف، قد تطلع بمشاعر. في ناس يعني حسوا بالبكاء وطلعوا دموع، وفي ناس لا حسوا أن عيونهم تدمع بس هم ما لهم رغبة في البكاء، لكن في كذا بيبي صغير هو يبغى يطلع الدموع عشان يتحرر. هذا شكل من أشكال التنظيف. أشخاص حسوا أنهم هم أكثر نشاط بعد التطبيق، وفي أشخاص حسوا أنهم هم مسترخين أكثر أو ناموا أو دخلوا في زي ما نقول قيلولة كذا سريعة، كأنه المخ نام وبعدين صحى.
بعد التمرين راح تلاحظ انه الجسم يستجيب لما يحتاج، بمعنى انه اذا كنت تحتاج النشاط الجسم طاقته منخفضة فيحتاج تنشيط راح يتنشط، واذا كان الجسم عايش في قلق وتوتر راح يرتخي ويهدأ. في بعض الاشخاص شعروا بألم في مناطق محددة، والألم يختلف، يعني كثير من الأشياء اللي قرأتها، في ناس في الوجه، في الظهر، في الأكتاف، في الصدر، في البطن، في الأرجل، وهذا يرجع لحسب طبيعة المشاكل اللي أنت تعيشها وإيش بالضبط النقطة اللي أنت تعاني منها حالياً.